قليل الشخصيات يلي بيتفقوا اللبنانية عليها، ومن هالشخصيات هو الإمام المغيب موسى الصدر اللي ما تركت بالذاكرة إلا شخصية بتآمن بالسلم الأهلي والتعايش الحقيقي مش المزيف. أنا من أول ما بدأت بسعي لخدمة الناس ما كنت أنطلق من مصدر طائفي، كانت علاقاتي جيدة مع الطوائف الأخرى، كنت أسعى لخدمة الفقير المسيحي كما كنت أعمل لخدمة الفقير المسلم بعيد عن الطائفية. هالشخصية بشهر آب بيصير لها 45 سنة مخطوفة، مغيبة، مظلومة. الذي يمنعك فرصتك في الحياة ولو كان ما كان وفي أي مركز كان هو الظالم، والحسين لا يقبل أن تعيش أنت معه. قبل قريب العشر سنين تم اختطاف هانيبال ابن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي من سوريا واقتياده للبنان، ومن بعدها بكم يوم تم تسليمه للقضاء اللي من وقتها مقعده بالحبس من دون محاكمة أو أي تحقيق جدي. علي الحرام لو ما نطقت لأدفنك هنا. ياض انت ياض، قول أنا ربطك هنا ليه؟ يا عم حرام عليك، بقى أنت عايز تعرف أنت ربطني هنا ليه؟ ما تستعبطش ياض وأنت. وتهمته شو؟ انه ببساطه هو ابن معمر القذافي يلي بتتهمه حركه امل بخطف الامام موسى الصدر لما كان عمره لهانيبال قديه ما صار 3 سنين بعد. بقضاء لبناني الداخل فيه مفقود والخارج مولود، ما لقى هانيبال طريقه تاني يضوي فيها على حالته الا من خلال الاضراب عن الطعام. بكره بس تسمع فيه السلطات المختصه رح تخليه يضرب عن الحياة مو بس عن الطعام. كل المساعي الدولية والتشنجات يلي حصلت من يوم اختطافه وخصوصي من طرف الدولة السورية باقت بالفشل، وتم ترك هانيبال بالحبس من وقتها. ليه؟ لأنه محرومين من كل شيء إلا من القضاة. هيدا القضاء اللي ما بيسترجي براسه إذا قال له الرئيس نبيه بري شو به. للأسف كل ما نصل إلى نقطة تظهر عقبة ويظهر السيد نبيه. هلأ هانيبال اختار الدولة الغلط ليعمل فيها إضراب عن الأكل، لأنه ببساطة الدولة اللبنانية أثبتت وخصوصي آخر كم سنة أنه آخر هم الناس تموت من الجوع، وأنه آخر هم العلاقات الخارجية عحساب مصالحها الضيقة، وآخر هم العلاقات الدبلوماسية. لك نحن بالقمة العربية كنا قاعدين شو عم نعمل؟ عم نطقش بالعلكة. روح يا حديتك علكة بتنفي. ما رح نختلف انه القذافي الاب يمكن يكون خطف الامام الصدر، بس اكيد مش ناطرين من ابنه يتذكر لما كان عمره 2 سنين شو عمل بيو. رح يكون في صدى لها ويسمعوني، يعني أنا قصدهم اللي عندهم أدلة إنهم يقدموها فورا بدون تلكك وبدون تأخير، لأن يكفي إلى هذا الحد من هذه المعاناة. يا سيدي مو مشكلة، نحن بنخليه يتذكر. شو رح يقول لهم؟ بتذكر بوقتها سمعت اسم جراندايزر؟ شوفوا يمكن هو اللي عملها. في دولة بالعالم بتوقف حدا على شيء صار هو عمره 2 سنين وناطرة منه انه يقدم له معلومات اكد مليون مرة انه ما عنده اياها وبلا اي دليل على ادانته باي شيء؟ طب بشو متهمينه؟ انه خرطش على الحيط؟ انت ما دخلك هذا الموضوع. انه رسم برا الخط؟ انا لك انت ما دخلك هذا الموضوع. الامام موسى الصدر من اعظم الشخصيات بتاريخ لبنان الحديث، والاكيد انه ما كان رح يقبل يتم المتاجرة باسمه وتاريخه وحادثة اختفائه كرمال حدا يقول لجمهوره أنا مسيطر، وما كان رح يقبل ينظلم حدا ويتعذب لأن في حدا بده يحقق انتصار وهمي على حساب اسمه وعمامته ومكانته وقضيته. تواصلتم مع عائلة الإمام المغيب؟ أعفين من هذا السؤال، نحن نحترمهم جيدا ولديهم تقدير خاص لدينا، وأحترم يعني هؤلاء الضحايا الحقيقيين. اوكي. هم يعني ونحن. القاضي زاهر حمادي يلي تولى الملف من اليوم الاول بعده لليوم ما اصدر شيء بيتعلق بالقضيه. يعني
مش عم نحاول حتى انه نخفي انه هي قضية سياسية بحتة. هذا شغل مافيا، عارف المافيا لما يخطف حد ويساوبوه ولا يبتزوه ولا هذا ليس شغل القضاء. اليوم اعلن هانيبال عن اضراب وعن الطعام. طيب نحن لو لا قدر الله مات هانيبال بالسجن، بنتحمل تداعيات اللي صار؟ نحن انخطف عنا مواطن سعودي قام منام وزير الداخلية الليل قبل ما يطلع، كيف لما يكون سجين سياسي ابن رئيس سابق؟ والسؤال هو مين وقتها بيتحمل المسؤولية؟ بيتم تقاذف المسؤوليات مثل العادة ما هيك؟ أو منقول الحقيقة إنه هانيبال ما مات من الجوع ولا من قلة الحركة، هانيبال مات من وراء قوة الحركة. صدق وختمت الجلسة.